السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد مباراة اليوم، مباراة اليوم في الجولة 21، جولة 21 من الدوري الأسباني. اليوم كان عندنا مباراتين وتم تأجيل مباراة مايوركا أمام ريال سوسيداد، لأن ريال سوسيداد كانت بتلعب في كأس أسبانيا. أما ختافي ففازت اليوم على غرناطة 4-2، أحرز هدف ختافي ساندرو راميريز في الدقيقة 10، إينيس أونال في الدقيقة 48، نيمانيا في الدقيقة 63 عذرا، وبرخا مايورال في الدقيقة 87. هدفي غرناطة عن طريق لويس خافيير في الدقيقة 13، ونفس اللاعب في الدقيقة 78. متابعين الكرام، الجولة هتبدأ بكرة على طول بإذن الله. هتبدأ بكرة، بكرة الجمعة إن شاء الله على طول، الجولة الجديدة، الجولة 22 من الدوري الأسباني. دلوقتي خلينا نتعرف على المباريات السابقة في الجولة 21. عندنا بدأت الجولة أصلا يوم الأحد 16/1، اليتش فازت على فياريال 1-0، ريال بيتيس فازت على ديبورتيفو ألافيز 4-0، قادش تعادلت أمام إسبانيول 2-2، وتم تأجيل مباراة برشلونة أمام ريال رايو فايكانو. سيلتا فيجو فازت على أوساسونا 2-0، وفالنسيا تعادلت أمام إشبيلية 1-1، وتم تأجيل مباراة مايوركا أمام ريال سوسيداد زي ما قلنا، وكذلك مباراة أتلتيكو مدريد تم تأجيلها أيضا. الى جانب ان احنا ريال مدريد كانت فازت على اتلتيك بلباو اصلا في مباراه في الجوله 21 اللي احنا فيها دي، بس اتلعبت سابقا. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. حاليا متصدر الدوري في المركز الاول متابعين الكرام ريال مدريد ب 49 نقطه، اشبيليه المركز الثاني ب 45 نقطه، ريال بيتيس المركز الثالث ب 37 نقطه، اتلتيكو مدريد المركز الرابع ب 33 نقطه مؤجل لها مباراه، ريال سوسيداد المركز الخامس ب 33 نقطه مؤجل لها مباراه، برشلونه المركز السادس 32 نقطة مؤجلة مباراة، رايو فايكانو المركز السابع ب 31 نقطة مؤجلة مباراة، فالنسيا في المركز الثامن ب 29 نقطة، فياريال المركز التاسع ب 29 نقطة، أتلتيك بلباو المركز العاشر ب 28 نقطة، إسبانيول المركز الحادي عشر ب 27 نقطة، سيلتا فيجو المركز الثاني عشر ب 26 نقطة، أوساسونا المركز الثالث عشر ب 25 نقطة، غرناطة المركز الرابع عشر ب 24 نقطة، إليتش المركز الخامس عشر ب 22 نقطة، ختافي المركز السادس عشر ب 21 نقطة، مايوركا في المركز السابع عشر ب20 نقطة، ديبورتيفو ألافيز المركز الثامن عشر ب17 نقطة، قادش المركز التاسع عشر ب15 نقطة، ليفانتي المركز العشرين والأخير ب11 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، تصدر الهدافين أو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد المركز الأول ب17 هدف، المركز الثاني خوانمي لاعب ريال بيتيس ب12 هدف، المركز الثاني أيضا فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والمركز الثالث راؤول دي توماس لاعب إسبانيول ب11 هدف، والمركز الرابع ياخذ بس لاعب سيلتا فيجو ب10 اهداف، وخوسيلو لاعب دورتيفو الافيز، المركز الخامس غونزالو غيديس لاعب فالنسيا ب8 اهداف، وجيراردو مورينو لاعب فياريال، ومنفس ديباي لاعب برشلونه، والمركز السادس انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد ب7 اهداف، وكارلوس سولير لاعب فالنسيا، وانيس اونال لاعب ختافي، وخورخي مولينا لاعب غرناطه، ولويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد، وميكل ارزابال لاعب ريال سوسيداد، وسانتي مينا لاعب سيلتا فيجو. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناعة الأهداف أوسكار تريخو لاعب رايو فايكانو صنع 9 أهداف، المركز الثاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صنع 7 أهداف، والمركز الثالث دانيال باريخو لاعب فياريال صنع 6 أهداف، المركز الرابع مونياين لاعب أتلتيك بلباو صنع 5 أهداف، والمركز الخامس أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد صنع 4 أهداف، وغونزالو غديز لاعب فالنسيا، وجوردي ألبا لاعب برشلونة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو، كان معكم محمد نور الدين، انتظروا في فيديو هينزل النهاردة أو بكرة الصبح بكتير إن شاء الله، مواعيد مباراة الجولة الـ22. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.